عقد المؤتمر الدولي حول التراث الإسلامي وتحدياته في عالم الملاعو، والذي جاء تأكيدا على دور الأزهر الشريف والتفاف العالم الإسلامي حوله كمرجعية دينية شاملة حافظة للتراث ومتفهمة لمستجدات العصر. جاء المؤتمر بحضور لفيف من علماء الأزهر الشريف وممثلين عن دول الملاعو من ماليزيا وبروناي، فضلا عن طلاب وخريجي الأزهر الشريف من الدولتين. ويأتي المؤتمر تحت تنظيم المنظمة الإسلامية لشؤون الوافدين. أن مصر لها دور محوري على مستوى العالم من خلال الأزهر الشريف، وهذا يدل على أن الأزهر الشريف ليس مؤسسة محلية ولا مؤسسة إقليمية، إنما هو مؤسسة عالمية. ومن هنا يأتي دور الأزهر في أنه القوة الناعمة للدولة، بدليل اختيار الأزهر الشريف لعقد مثل هذا المؤتمر المهم في الحديث عن التراث. التراث هذا ثمرة خلاصة عقل علمائنا الذين أبلوا بلاء حسنا لهذه الأمة. هذا التراث لا نستطيع تجديد دون أن نقف وأن نهضم هذا التراث. إذا موضوع مثل هذا موضوع في غاية الأهمية، لأنه موضوع لإحياء الأمة كلها. نريد أن نناقش في هذا المؤتمر عن قضية التراث، وقضية التراث هي قضية مهمة، لأن التراث هي أساس الحضارة. فهناك نجد تياران في مواجهة في مناقشة التراث. التيار الأول يريد أن يترك التراث، لأنهم يدعون أن التراث تراث عقيم لا ينجب شيئا ولا يسهم في بناء الحضارة، فنرفض هذا. أهمية هذا المؤتمر في الحقيقة لكي نقدم كيف أن الإسلام قد وصل إلى هذه المنطقة المعروف باسم أرخبيل الملايو. قد تأثر في الحقيقة في تطورات الإسلامية في هذه المنطقة بأفكار الأزهر، بواسطة الأزهر، لأن هناك الكثيرين من علمائنا في زمن القديم يعني قديما أنهم في الحقيقة اعتمدوا على مؤلفات علماء الأزهر الشريف في تدريسهم في مراكز الدراسة الإسلامية التقليدية المعروفة باسم فندق في ماليزيا وفي إندونيسيا كذلك، أنهم في بداية الأمر اعتمدوا على يعني مؤلفات علماء الأزهر الشريف.